تتخدلها وزنها يطلع ثلاثة طرناطة اسمها فكيهة. يخرب بيتك. ولا الله. جبت المعلومات دي منين؟ الخدامة. ما هو ما بيطلعش أسرار البيوت غير الخدامين. ما هي دي تبقى واحدة من اللي مكتوبين عندي في لستة العمارة. حاجة متختخها أوي. يا ولد أنت لحقت. ده احنا يا دوب بقالنا ثلاث ايام ساكنين في العماره. انا اصلا راجل مجتهد والمثل بيقول ما تاجلش لبكره اللي ممكن تعمله النهارده. ده انت جن مصور. تشكر. دي اسمها دردحه. المهم انا عايزك توصل جواب للست ليلى. ما بتردش ليه؟ من عينيا هسلمه لها يدا بيد. اوام يلا. هوا انت بعت الجواب؟ ايوه. اسمع يا نبيل، انا جات لي فكره وانا فوق. ايه؟ افرض ان البنات خدوا الجواب وادوه لابوه، وابوهم خد الجواب واداه للبوليس، والبوليس خد الجواب واداه للنيابه، والنيابه خدت الجواب وده. بس بقى فضل الله على فلك. ايه الافكار البايخه دي؟ تبقى مصيبه لو ابوهم شاف الجواب. تبقى مصيبة. خطوة عديدة يا سنعناب. يا عز مقدارك، يا عز من عيني. والنبي فكروا جنبنا جيران كتير، ما وردش علينا سكان دمهم شربات زيكم أبدا. وأنا وشرفك شفت ستات كتير كلهم سمن اصطناعي، أنت بس اللي سمن بلدي. أعمل لك شاي؟ لا مش وقته. أجيب لك سندوتش فراخ؟ من بق لبقك. أنا جاي لك في خدمة بسيطة. عينيا تخدمك قبل إيدي. معايا جواب وعاوزك توصليه لمزمزيل ليلى. جواب مسكر ولا بالي بالك؟ بالي بالك يا حتة. لبكرة شقتنا هتتلخبط على شقتكم وهنبقى عيلة واحدة. خدي. بس وصليه في السر. طبعا. هو أنا عايزة توصية؟ المرة دي الجواب للست ليلى، الجواب الجاي للست فكيهة. أستقبل. مع السلامة.